شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. باقي الجبل علي أنا.
بلدك ولا ضحية ما ترد علي يا الغربة ساكن والجرح في قلبي ماكن ده انا في الغربة ساكن والجرح في قلبي ماكن داقت بيا الاماكن داقت بيا الاماكن حقي ضايع ولكن بكره يرجع لي يا بابا الكل دي حكايه فيها عبره وآية ده الكل دي بحكاية فيها عبرة وآية لا تشوفها في الجراية ولا عرفتها الكتابة قالوا علينا نيابة واحنا يا نسخة كملنا وديمان بقيتنا على بهتون الجبل ودي فين دي بس يا فندم؟ دي نقطة في حضن الجبل الشرقي بين دشنا ونجع حماد وكمان في حضن الجبل يعني مش كفاية ان اتنقلت صعيد الجواني وكمان الله انت متصور ان ده عقاب؟ يعني احنا هنا كلنا بنقضي عقوبة؟ لا ما اقصدش يا فندم انا منكرش اني كنت مندفع شوية في القضية اللي تسببت في نقلي من اسكندرية لكن برضو شوف يا عصام انت هنا بتبتدي البداية الصحيحة اللي هتحصنك ضد الخطأ والاندفاع وتديك الخبرة والتجربة عملك في نقطة زي بهتون الجبل دي هو اللي هيرجعك تاني المباحث زي ما انت بتتمنى المباحث؟ في بهتون الجبل دي مش هيصادفك حوادث زي اللي بتحصل في الأرياف يعني مش هيصادفك جرائم سرقة أو نصب أو ضرب لكن جرائم أكل أو شروع في أكل ودي سببها النزاعات المعتادة بين الهوارة وخصومهم وكمان نزاعات المزارعين على الحيازة والمية وحتى دي غالبا ما بيحلها كبيرهم الشيخ بدار الهواري قبل ما توصل لنا هو راجل طيب ومتعلم ومتفتح من زي قريبه الغني ده اللي طمعان في الزعامة بداله اسمه علوان البكري أبعي ما تصب مليح يا بنت أم جمالي ماني بصب أهو انت اللي عينك ما هيش في الطاشت امال وين يا بت واني خبره لك عاد قول لنفسك طب ماني خابر بس اصل الايدين الطريه اللي كيف الجمار دي ما بقتش حمل شيل الطشوط وبعدها لك في الحديد ده عاد يا بت يا مهجه قلت لك صب الميه مليح حاضرها هات هات يا بت يا مهجه حكم انت اليومين دول اللي خايبه مسكاك من ساسك الراس بابا 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 شوف يا اخوي البت ماشيه تتجلع كيف لفين يا بت الفوطه اللي على كتفك دي حاضر ما انت اصلك اللي مجلعاه جو البت دي يا نعمه ما مخليهاش تحط يدها في حاجه واصل لما بقت من قلة الشقة الدم راح يبك من وشها بك وبقت البت طرية كده كيف قلب الخصاية على قولك يا علوان ياكي ما جلعهاش ليه وامها الله يرحمها موصيانة عليه وهي اللي ربتني خد يا بنيتي يا بنيتي كليلك لقمة تسندي بها قلبك ولا هتفضل النهار كله على كوز اللبن اللي شربتيه على الواجب ده
القطر جرب يا خالة لبيبة. يا دي القطر ويا دي المدارس من أصلها. مالها المدارس يا لبيبة؟ أنا عارفة لك عاد يا شيخ بدار. صباح الخير يا أبوي. صباح الخير يا بنيتي. كليها وين الروحة والجاية دي لما البت عدمت يا نظري؟ إيه لا عدمت ولا حاجة، ما هي زي الوردة ها، اسمع لمسمى. اللي أقل منها قاعدين مستنيين عدلهم، وهي وردة، وردة بنت الشيخ بدار كبرنا. لساك بتقوليها يا لبيبة ما تعبتيش. همي يا بنيتي، همي للقطر يفوتك. ياسين ياسين. ايوه عم الشيخ بدار. مع وردة للمحطة يا ولدي، وعاود جواب. حاضر، همي بينا ست وردة. السلام عليكم يا ابوي. مع السلامة. مع السلامة يا بنيتي. اسمع بقى يا شيخ بدار، محدش قادر يقول لك، لكن اني هقول لك، وردة كبرت وكبرت قوي، وكان لازم تكون محجوزة من زمان. تنحجز ليه عاد؟ عوايدك دي، ودي بنت كبير هوارة، لا عمرنا وعينا على علام ولا على مدارس. لا، بنتي هتتعلم، وهي هتاخد الثانوية العامة السنة دي، وإن قدرت أدخلها الجامعة هدخلها. أبي ليه عاد؟ هتوظفها إياك. يفعل الله ما يريد. هلا هلا هالك طويلة، هلا هلا والساعة علينا، هلا هلا هالك طويلة، هلا هلا والساعة علينا. الرزق يحب الخفية زي الزرع ما يغوى المية. يلا يا حسين صلي على الزن، ويا شلب افرح بالصبحية. يا جاب الله سابق حسب الله، وحغني ورد انتو علي. هلا 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 والساعة علينا، هلا 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 والساعة علينا. الرزق يحب الزول صاحي، ده انا عرقي بيداوي جراحي. ضحكتي من يقدر يسرقه، ده انا شجرة ضحكت اوراقه. والضحكة تحب المددية، الضحكة تحب المددية. هلا 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 والساعة علينا، هلا هلا. انا اللي خاب روح ان ده هربون والبابي عايز على بعد ما يقطع الموج. ادفع كام؟ ما خبرش. لا خابر يا دبور، الوان سر كل حداي. سر كل حداي. عايزني برضك اقوله لك؟ تبغاني برضك عربي يا ولد عمي؟ يا دبور يا ولد عمي، دي ارض اختي، وده مالها اللي داير بحث في علوان ده. برضك تبقى مرته قومي بحث مالها بدل ما حافظينها عليه. خابره وراضيه. راضيه نوصف الفلوس على المالد الغلابي. غازي؟ رئيس الغازيه. فكرك انا ما خبرش يا اللي بالخط اللي هناك ده. مش ده ود عمك البدري؟ ما تغيرش الحديث يا دبور. وبعدها لك عربي ود عمي، انا ملياس صالح بينك وبين نسيبك. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. ما تكلم الخط اللي في يدك عدل. حاضر. ازيك يا دبور؟ كيفك؟ معقول البش مهندس بذات نفسه ولد الشيخ بدار بيشتغل كهل أجرية؟ طب وماله يا دبور؟ مش عرضنا ولا ايه؟ لا بس برضك مهما كان. وري الطور يا دي، وري وانت خرعك دي. اهو شايف الارض بقت فيها الزبده ازاي؟ ما هي قد الباشمهندس فيها ما تبطلش. لا والله براو عليك يا بدري. الحمد لله على السلامه. دورت فيها يا فندم. شكر. امال السكن هنا فين؟ من هنا فوق. امال يعني مفيش حد في النقطة؟ ايه؟ مفيش شغل ولا ايه؟ ربنا يديمها علينا نعمة يا فندم. طبعا. ما انتوا باين عليكم خدتوا على التنبلة. من هنا ورايح في كل يوم طابور رياضة الساعة 6 صباحا. ها؟ ايه؟ في حاجة حصل؟ لا ما فيش.
مكتبي ده ولا ايه؟ معقوله يا سعاده البيه؟ المكتب العفش ده بقى مكتب سعادتك؟ دي مكتبني، مكتب سعادتك من هنا. اتفضل اتفضل. حضر لي دفتر الاحوال على بال ما اطلع اشوف السكن واجي. تمام يا فندم. ساتر يا رب. معلش يا جماعه، معلش حاسه دي شنطه ميه، وانت صاحب الشنطه دي. معلش يا عم الحاج، انا اعتذرت، انا متاسف قوي. ليه هو انت حاطط فيها جوانب طوب؟ يا جماعه حقكم عليا. لما انت عارف ان شنطتك تقيله وممكن تقع على روس الخلق تعورهم، مش تخليها جنبك؟ الحمد لله جت سليمه، انا اسف. حضرتك اتعورت لا سمح الله ولا حاجه كده؟ لا يا سيدي، بس ابقى المره الثانيه خد بالك، غلطه مش هتتكرر تاني. وديه للرجاله في المنظر. سيب يدي لالم عليك الخالك، ما تبحلكش فيها كده في عينك اللي تدب فيها رصاصه، وروح ودي الشاي لسيدك. سيد مين يا بيه؟ تفهم خاشمك، انا ملياش سياد، انا الهواري ضبور. امال مين اللي في المنظر ده؟ دود عمي. امال ماشي وراه في البيت والغيط ليه؟ عشق اياك. يو عشق عشق يا مورانيش النوم واللي سواك في احسنها صوره. ما تلوحش الحديث يا دبور، انت خابر قصدي. انت كمان خابره. انا يا اخويا ما خابراش حاجه واصل، انا بتحدث عن حالك مع علوان. خبر يا بيه؟ ماشي في حميدي. امال ايه؟ حاكم بندقيه دبور الصيد الغراب بطالقه، وكف دي تقسم فلق النخل نصين. ودليل يعني؟ لا، فارس واللي خلقك. واه يا ابوي. واه يا بنت يا موجه، عماله تتصغرن هنا والشاي عيبرد. ماني بقول له من الصبح يودي الشاي للرجاله في المنضره، قاعد يقول لي بندقيتي ويادي وبصريه. خد انت يا دبور ودي الشاي. ايوه ايوه. وانت خشي قدامي بلاش دلع بنتي، خشي. بخير يا باشمهندس. اتفضل. خير، شكرا. باشمهندس اتفضل، انا مش نادع لك الاول؟ ايوه صح يا انسة، حضرتك نادعها له الاول. اتفضلي. لا كتر خيرك. يا ظهر اني غلطت كتير قوي النهارده. يلا يا اسطى. أنا مقدر زيارتك دي وترحيبك بيها يا شيخ بدار، أنت والسيد بدري. الله يحفظك يا بيه. إنما يعني إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ يا حضرة الضابط، وإحنا هنعقد المشاكل ولا نحلوها؟ يعني لما تكون في مشكلة حقيقية ونقدر نحلوها قبل ما تاجر حضرتك، يبقى خير وبركة. يعني أنا زي قلتي بقى؟ ولا أنتوا هتنازعوا الحكومة سلطانها؟ العفو يا حضرة الضابط، بس أنا يعني قلبي على وقت الحكومة وجهد حضرتك في القضايا اللي ما تستاهلش. ومين بقى اللي يقدر ان القضية تستاهل ولا ما تستاهلش؟ انتوا برضو؟ يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، احنا كده من قديم الازل دايما شايلين الحكومة للعوزة للي ما نقدروش عليه، يعني لا سمح الله لو في روح اتهددت او جرالها حاجة، انما الاجل من كده احنا بنكفي سعادتك جهده. انت باين عليك متعلم يا شيخ بدار، انت والبدري. الشيخ بدار ده يا فندم كبرنا الكبير قوي 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 قوي، واخد عالمية الازهر، والبدري واخد شهادة الزراعة الكبيرة قوي قوي.
بعدين هتعرفنا زين يا حضرة الضابط. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خد بيدي يا ولدي. تفضل يابا. ما تيجي معايا اوصلك بالحنطور للبيت وبعدين اطلع انا على المحطه. لا انت اللي تيجي معايا نروح سوا نرغي شويه وبعدين نذاكر. لا يا اختي القفل يفوتني. خدي اللي بعده. انت فاكره ايه فوضى سايبه؟ يخص عليك يا ورده، انت نسيتي ان عيد ميلادي بكره. انا عايزاكي تروحي معايا عشان نرتب مع بعض شويه حاجات. كل سنه وانت طيب. انا ما نسيتش، ما تخافيش، انا عامله حسابي بكره. مسينة تعال تعال. مسينة مسينة صلاح كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة يعني ايه؟ انت ناسي ان احنا في الشارع؟ الناس يقولوا علينا ايه؟ ما يقولوا اللي يقولوه. انت مش خطبتي ولا انت بقيت سعادية زيهم؟ لا مؤاخذة يا انسة وردة. مساء الخير. مساء النور يا باشمهندس. يا صلاح. نسيت اعرفكم ببعض. الباشمهندس حاتم صديقي القديم والجديد. بوسينة خطيبتي الانسة فلة. قصدي الانسة وردة. اهلا وسهلا. يعني ايه القديم والجديد؟ اصلا حاتم جاري في اسكندريه ولسه مستلم هنا الشغل بيشوكو. انا همشي بقى يا حسين. لا استني يا حسين. حسين انا هعدي عليك النهارده بعد الظهر. اوكي اوكي. الله اوكي طالعه من بقك زي السكر. اوكي شفتها وهي بتقول لي اوكي انجليزي. مالك يا حاتم بردك رايح المولد عشيه علوان؟ هتسالي ليه يا عاد؟ بدي اعرف هتتأخر ولا هتاجي بدري؟ الليل بطول وببقى قاعدة سمع صوت الرصاص يصفر في الخلة. قوم الفكر معايا يودي ويجيب. ما تخافيش على العلوان. كيف عاد والليل والقصب غدارين وابو مين الشر برا وبعيد اللي ما يحب يخلص طاره من علوان ابو البكري. واه وبعد هالك يا نعمة، امال دبور لازمته معايا ايه عاد؟ القاصد غالب يا ود عمي. ودبور ماله دبور؟ عقله شارد اليومين دول، العشق واخده. واه عشق. ما خبرش؟ لا ما خبرش. عاوز مهجه. مين مهجه وهي خابره؟ خابره وقالتيه. هتقول ايه؟ احنا بنشورها اياه. امال هنديها له غصب يعني؟ على العموم انا ملياش صالح، هي خدامتك وهو واد عمك. وانا هعمل حاجة من غير ما اشور عليك. خلاص ما دام عاد شور عليا يبقى انا لازم اتبع الشرع. الشرع؟ امال ايه؟ البت لازم ترضى. يا بت انت مش هتبطل الجنان بتاعك ده؟ حتى انت يا خاله لبيبه، وانا اللي بقول عليك انك مطرح امي؟ ولا احنا عشان غربه مش منيكم؟ مش انت اللي كانت ام الله يرحمها لا تفرجك ليل ولا نهار قام توافقي على اني اترمي الراميه دي؟ ودي الراميه دي يا بت؟ ولا انت تهوني علي ولا على الست نعمه؟ اهو كلام واد عم حديد زي ما بيقولوا. ورحمه امك الغاليه ان بطلت الجنان ده لكم مقطعاك حتت. كبرتي عليا يا كبت. انا مهملاكي واصل. تعالي هنا. راحة وين؟ راحة للست واردة، هي اللي بتفهم قولي. اهلا يا موجة ازاي؟ ان شاء الله تسلم يا ست واردة. ايه شاردة ليه؟ اللي واخد عقلك؟ جيت لحالك ولا دبور وصلك؟ دبور قطع وقطعة سرته اهو ده اللي كان ناقص يوصلني كمان. ليه يا مهجة؟ دبور بيحبك. هي الواحدة بتقول انها تلاقي حد يحبها. ابو حنش لما يلوشة قد ما هو فضحني ببهتون كلها. تقولي ايه؟ مجنون مهجة زي مجنون ليلى. جن لما يخربته. لا قولي لي يا ستي وارد، هو الراجل بيحس بالحب زي الواحدة فينا كده؟ يعني ساعات أكتر. يعني الواحدة لما تحب واحد لازم هو كمان يحبه؟ مش شرط. طب هي كيف تعرف؟ وانا ايه عرفني؟ وانا كنت حبيت؟ لا بس بتجري.
تعرف يا مهجة انت طموحة قوي. طموحة؟ يعني ايه؟ طموحة يعني طموحة. يعني ده زين ولا عفش؟ انا عارفة بقى. خلالة بيبة وينك يا خلالة بيبة؟ ايوة بدري انا ها. واه ده حس البدري الحاجة امشي لاخد لنا كلمتين في جنابي. ليه يعني؟ ما خبراش خيك البدري؟ انا خبره طبعه واعر كده ليه؟ ليه مش زي طبعك ولا طبع الشيخ بدار؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. هتعمل ايه عندك يا بنت يا مهجه؟ قاعده معايا بتسليني. سليكي وانت اللي هتقولي بتذاكري؟ ذاكرت بس قلت ريح شوي. ودي هتسليكي هتقول لك ايه دي؟ هتقول ايه يعني؟ طب يلا يا اختي كملي مذاكرتك. وانت يا بنت همي على داركم بلا صغره نتبنتك. يا عم الشيخ بدار ازيك يا عم الشيخ بدار؟ مهجة ازيك يا مهجة؟ الله يسلمك عن اذنك. جرى ايه يا بدري؟ عم بتزعق ليه؟ انا سامع حسك من جوا. البنت يا ابوي قاعدين يتصغرنوا وانا ما لدش عليها الوضع ده. احنا ما بنتصغرنش يا ابوي. هتردي عليا يا ورده ولا ايه؟ بدري انا 100 مره قلت لك مليك الصالح بخيتك واصل. كيف مليك صالح يعني؟ يعني مليكش حديث معاها واصل يا ابوي. ما هو دلع ده هو. ولا كلمه يا بدري. مش دبور الدكش اللي لساك هتعرف النهارده يا دبيكي. مش هنسيبها يا دبيكي. هناخد حقنا من ايه؟ حقكم ايه؟ امال انت ضربت رزق وكنت عاوز تقتل ليه؟ انا لو كنت عايز اقتله كانتش الطلقه جت في دراعه. مش نشان دبور الدكش اللي يخيب وانتوا خبرين زين. لكن برضك هناخد حقنا مني. انا هاخد حقي منيكم قبل لا تاخدوه. وهو حقك يا ولد عمي. بكي انت سابق وحكمت انهم ما يدلوش بهتون وانا فيها، صح ولا؟ صح يا ولد عمي. يبا حقي ولا مش حقي؟ حقك يا ولد عمي. خلاص حقك بحقهم. انا حكمت بكه. دبور يحب على راس رزق ورزق يحب على راس دبور. أوه. لكن قل لي مين اللي كان بيضرب معك نار ده؟ ود عمي البدر ابو بدار. ومال انشانه خايب ليه؟ لا ود عمي انشانه ما يخيبش واصل بالاذن. اذنك معاه. مسجل عليها دبور. ود عمي علوان مستنصر في المولد. سلام عليكم. اعزمك عاد. لا 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 خليك مكانك. انا خابر طريقي مليح. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سلام عمر الجبل ما يعوضك واصل يا دبور يا دكش. يا عبد الرحيم النظرية قيمات يا ابو الحجاج يا ابو الحجاج والبهمة ويبان حميد جبن تطوان جبن تطوان وللأولياء كل مكان في كل زمان خوفا يا عين من غلط والنسيان من قلب بشق وحنان. عرب 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 هنا لعبة العب الله لعبة الفتوات. زود يا بلدينا زود. زود فضل بسم الله. همة هوارة بتتحدى بعضها. مين هيقرب؟ مين هيقرب؟ يلا يا هواري دوت دوت. يلا يا صب يلا يا هواري. اهو كده الكلام ولا بلاش. مين هيقرب؟ مين هيلعب اللعبة دي؟ مين هيقرب؟ مين هيقرب؟ اتفضل. مين هيقرب؟ مين لعبة الفتوات؟ يلا هواري يلا هواري. I'm so good.
واه يعني ما خبرش علوان وين؟ اكيد جوا عند رئيسه. وبعدها لك هود عمي. اوه خليك محضر خير امال. جرى يا دبور يعني انا بتجنى عليه ولا ايه؟ والعربي كمان خابر. ايوه خابر يا بدري خابر. سلام عليكم. سلام على خبركات. خدوا بالكم من روحك ولا اجي معاكم. هتاجي معانا تحمينا ولا ايه؟ روح انت حصل صاحبك. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. روح حصل صاحبك. طب يعني ابسط يا عم ابسط يا سيدي. بوسينا عزمك على عيد ميلادها. ها قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت اجعل بيت المحسنين عمار كل سنه وهي طيبه. انت هتشحت اهو كله بثوابه. كفايه كفايه. تعرف ابو صلاح العزومه دي جت في ميعادها. هيتخرج الواحد من جو الصعيد. انت لحقت يا ابني. امال انا اقول ايه؟ بقالي 3 سنين انت لسه شفت حاجه؟ الله يكون في عونك. انت عارف بقى كلنا قلنا كده في الاول. اينا دي بقى هي المحافظه الوحيده اللي يخشها يبقى زعلان واللي يخرج منها برضو بيبقى زعلان. يا عم انا مالي ومالكو؟ انا كلها شهر بالكتير واسيب انا. انا ايه؟ ده انا هسيب مصر كلها. وايه اللي رماك على المر؟ النصيب. بمناسبه النصيب بقى انت تعرفت على بوسينا هنا في انا؟ لا ما تقوليش ما تكلمنيش ما تجرحنيش. مش بينما التونس بيقول اما اللقا ده نصيب؟ شفتها وهي خارجه قدام المدرسه عند الموقع اللي انا بشتغل فيه. ام كيوبيد عمل عملته. على فكره ابوها بقى بيشتغل مفتش ري وقدامه كام شهر ويتنقل. الله يعني زيك بالظبط. طب كويس مجمع اللي موفق. عقبالك عقبالك يا عفريت. عقبالي ابوي. ايه يا بنيتي مش هتاكلي لقمه معايا ولا ايه؟ لا ابويا ماليش نفس الليله. ليه يا بنيتي تعبانه ولا حاجه؟ لا سلامتك. ورايا مذاكره والامتحان قرب. وانا يا بنيتي ما هتنزليش لقمه من زور ما كلتيش معايا انت واخوكي. ربنا يخليك لينا يا رب ويطول لنا في عمرك. حاضر. تعيش يا بنتي. اتفضل يا ابويا. حضرت العشاء يا لبيبه؟ ايوه يا شيخ بدار. البدري جه. السلام عليكم. عليكم السلام. اتاخرت ليه يا ولدي؟ انا ما نجسش. ما تخافش يا ابو البدري ده انا البدري ابو بدار. ما تتعفاش يا ولدي الجوه للجو سبحانه وتعالى قادر يحفظك يا ولدي. ونعم بالله يا ابوي. اتفضل يا ابوي اتفضل. بقول ايه يا ابوي؟ ايوه يا بنيتي. انا هنزل بكره في قطر العشيه. ليه يا بنيتي؟ بوسينة بوسينة بنت فتش الرأي صاحبتي عيد ميلادها بكره وعزمان. عيد ميلاد؟ كيف يعني؟ دي حفله يا ابويا هيتصغرنوا فيها البنته بتوع بحري وسواعي يرقصوا كمان. يرقصوا؟ لا يا ابوي لا. لا كيف؟ بكذب انا اياك. العفو يا اخوي. يرقصوا يرقصوا يعني هي ورده هترقص؟ روحي يا بنيتي وياسين واد عمك يبقى يستناك على قطر العشيه. واه كيف ده يا ابوي؟ ربنا يخليك ليه يا ابوي. قمت ليه يا بنيتي؟ ما تكمل لقمتي. الحمد لله شبعت شبعت. يا سلام يا ابوي. يا ابوي انا ما رضيتش اكسر كلمتك. وبعدها لك يا بدري خليك حنين على خيتك. انتوا مالكمش غير بعضيكم. انا خابر يا ولدي انك حنين بس مش خابر ليه كلامك واقف معاها كده؟ البنتك ده يا ابوي اما شديتش عليها عيارها يفلت. غلط يا ولدي غلط. الكلمه الطيبه صدقه فمحال مع خيتك اللي مليكش غيرها. ورده دي زي الملاك ورثه المرحومه في طيبتها وكمالها ورقه قلبها. لكن هتتعلم يا ابوي يعني هتروح مدارس هتروح وتاجي لحالها وهتتعرض للاصيل ووادي الحرام. كيف تقول الكلام ده يا ولدي؟ انت اللي اتعلمت ورحت الجامعه همل الكلام ده للجهله. ما انا عشان اتعلمت يا ابوي وعيت على البنته وعمايلهم وبحمي عاري. البنته عاري يا ابوي وانا اللي هقول لك برضه يا كبير هواره.
والله ولا كأنك اتعلمت يا بدري. ياسمين مين يندهلك مين؟ واحنا معانا الفل يا تاع التفاح، لم تفاحك راح بغداد ست الكل. يا تاع الياسمين مين يندهلك مين؟ واحنا معانا الفل يا تاع التفاح، لم تفاحك راح بغداد ست الكل. ضحرية يا ولا من الجنة يا ولا والنبي يا ولا، يا ولا يا ولا ارحمني يا ولا والنبي يا ولا يا 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 ولا. ايوه يا ابلة، 4-1-5 عليك يا ابلة رئيسة. عليك يا عمدة يا طبلة والزمارة، ارقصي يا رئيسة يا أمارة، يا أمارة الطبلة والزمارة، ارقصي يا فلفل يا سمارة، يا سمارة دحرية يا ولا والنبي يا ولا، يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا والنبي يا ولا وارحمني يا ولا يا أبا. رقصنا جدع رقصنا. الهواري علوان بينقط 50 2. ليه؟ ليه؟ العمدة غزالي 100 جنيه. ليه؟ الهواري علوان بينقط 150 2. ليه؟ العمدة غزالي 200 جنيه. 200 جنيه. الهواري علوان بينقط 250 جنيه. العمدة غزالي اسكت ساكت. الشاي يا شيخ بطار. تسلم يدك يا خاله لبيبه. تسلم يا وليدي. شايك يا ابوي. ايه بس يا ابوي، ايه اللي شغلك؟ سلامتك يا ولدي، وانا في حاجه تشغلني غيرك انت وخيتك ورده؟ مالنا يا ابوي لا سمح الله. اديك يا ولدي خدت شهادة الزراعة الكبيرة، لكن قعدت في البلد تزرع وتقلع زي اي فلاح، تبقى فرقت ايه؟ زملاتك في مصر واسكندرية وحتى في جنة توظفوا وترجوا وتجوزوا. وانا بيه ايه بس يا ابوي؟ ما انا الحمد لله عالي العالة اهو، بزرع واقلع في ارضنا وخيرها مغرقنا. دول كلهم كان فدان يا ولدي، هم عزبة فيها ايه يعني؟ لو كنت توظفت وبقيت افندي واتجوزت من البندر زي زملاتك، بقيلك ايه من علامك؟ اخرة المتمة قعدت في البلد قعدة ابوك تصالح هوارة وتناهد فيهم وينهدوا فيك. العمر الطويل لك يا ابوي، ويا دي هين عاد. حتى دي يا ولدي مش مضمونة من بعدي،
وعلوان ابو البكري الغيره ماليه قلبه وقاعد لك زي ديب متربص، وتحت يده مال مرته وارضه ودراعه اليمين دبور، ساعتها لو غلبك تبقى لحصلت كده ولا كده. يغلب مين يا ابوي؟ ده انا كنت اقطعه. اهو ده يا ولدي اللي انا خايف منه. لا لا يا شيخ بدار، ما تخافش على بدري، ولدك واصل. طب ووردة خيتك يا ولدي؟ ومالها وردة هي كمان؟ علمتها لحد ما بقت في توجيهي، ويا ريتني ما علمتها. اقف دي بقى يا ابوي، انت معاك حق. لا لا، مش كيف ما انت تفتكر يا ولدي. امال كيف يعني؟ مين بقى يليق بيها في بهتون ولا حتى في هواره كلها؟ ما انت خابر عاداتنا، ما نقدرش نجوزها برا هواره، يبقى حنجوزها لمين؟ لحد من ولاد عمامها ما عماش يفك الخط ولا ما نجوزهاش واصل؟ لو حد جاني يطلبها دلوقيت اقول له لا. انا كنت بتحجج بالعلام، لكن كلها شهر والتاني وتنجح، يبقى حتحجج بايه؟ فيها ايه يعني لو كنت هملتها زي بقيه البنتة؟ العلام ولا مدرسه؟ كلام ايه اللي هتقوله ده يا ابوي؟ طب وهي يعني مهما اتعلمت هتستكبر على عيال عمها ولا هتستكبر تجاليد اهلها؟ أوه. كاني بتحدث مع حد لا قرا ولا اتعلم. لهوي مين؟ ياني مالك يا بت، اتفزعت ليه كده؟ انت سكران؟ تبقى جاي من المولد؟ اطلع وهماني يا ست نعمة تاجي. ما تاجي يا صرتي. انا غرضي بس اطمن عليك. ايه انت عيانة صح ولا ايه يا بت؟ ايوه عيان. لا كدابة. وانت شعرفك عاد؟ ادالك سره اياك. باين في عينيكي. باين ايه؟ عينيكي، عينيكي الحلوين دول هيقولوا انك كدابة. وماله؟ مش انا الواحد اللي كداب؟ امال مين عاد؟ واني خبرالك عاد؟ انا اياك ما عارفاش. استنى باين. بعد عني، أني ما أحبش السكرانين ولا كرام السكرانين. يا بت أنا قلت لك 100 مرة أن أنا ما عسكر شيء، وبكرة عتشوفي. أشوف إيه؟ عتشوف العز والسعد معاي. معاك؟ أمال إيه؟ أنا راح أتجوزك في الحلال. يا صرتي. طب وخلت نعمة؟ نعمة إيه وبتاع إيه بقى؟ يا بت الشرع هيقول 4 وانت لوحدك بتلاته. اني امالي؟ بس اقول لك ايه. ايه؟ اني عارف انك هتحبيني وتريديني كيف ما انا احبك واريدك. انا راح اهنيك وستتك واكتب لك ارض كماني. علوان؟ ايه 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 في ايه؟ فزعت يقطعني. طب مش كنت تتنحنح ولا تقولي حاجة بدل ما انت جاية تسحب كده؟ اقول لك ايه، مساء الخير الاول. يسعد مساك يا اخوي، حقك علي. عاوز تاكل؟ لا انا اكلت في المولد. امال زي ما يكون سمعت حس موجي. موجتي عاد تلقاكي كنت هتحلمي ولا حاجة. تصبح على خير. انت من اهل يعلم الله يا ولدي اني ما كنت عاوز ليك كده، لكن خلاص
مدام ده هيبقى مطرحك يبقى الأصلح إنك من النهاردة تقعد فيه عشان هوارة تقبل حكمك وتتعود عليك. طب وانت يا ابوي؟ يا ولد أنا خلاص كبرت، يلا حسن الختام. ربنا يديك الصحة والعافية يا ابوي، ما تقولش كده. وبعدين ما حدش واصل يقدر يقعد مطرح الشيخ بدار وهو عايش، حتى ولو كان عظم في جفة. يا بدري، أنا كل غرضي إني أطمن عليك وأقف جنبك طول ما أنا عايش، علشان لما ربنا يأذن يبقى كل حي يعرف مكانه. أنا خيك يا نعمة، ومصلحتك هي مصلحتي. ولا كلمة زيادة يا عربي، خيي فوق راسي من فوق، لكن علوان راجلي وشايلني من على الأرض شيل. يا نعمة فوقي، أنت ما درياناش علوان هيعمل إيه من وراكي. ما بديش أعرف. وأنا هخلص ضميري وأقول لك إنه بيسلقك وبينهب أرضك. كذب، واللي قالك كده حاسد وكذاب. علوان بيحاسبني بالمليم وما بيعملش حاجة إلا لما يشورني. هيضحك عليكي. وأنا راضية، ومالي هو مالي وأرضي هي أرضه. لا، مش أرضه، ده أرض أبونا اللي همالها لينا. لا، أرضي وورثي، وكل واحد فينا خد نصيبه بحق ربنا. تفكرني طمعان فيك يا نعمة؟ يا بنت أبوي أنا عنبك مش أكتر. أنا ربنا غنيني بالحلال والحمد لله، وعندي أرض كد اللي عندك مرتين. أمال إيه؟ مالك؟ قلبي عليكي. كتر خيرك. كده؟ ربنا يهني سعيدة بسعيدة. سلام عليكم. لا، قعمز يا ود أبوي، قعمز الله يهديك عشان خاطر خيتك نعمة. يا عربي، علوان ود عمك يعني زي أخوك. ود عمي يسرقني؟ طب إيه رأيك إن الفلوس اللي بينهبها منك بيصرفها على الغوازي في الموالد؟ مش مصدقاني؟ أحب على يدك، ما تخربش علي. أنا نعمة؟ أنا أخرب عليكي؟ هما اللي هي آخرة الحديث اللي ملوش عازة دي؟ يعني أعمل إيه دلوقتي؟ أهمله ولا أزعطه من الدار؟ يا بنت أبوي، أنا عاوزك توعي نفسك وتفوق للي حواليكي. علوان البكري بيتجوب مالك على الشيخ بدار، وده عمنا وكبيرنا برضك. هو ملوش صالح بالشيخ بدار. بالبدري معلوم، هو أحق منه. إيش وصل البدري العلوان؟ مفيش فايدة، زي ما يقولوا مراية الحب عمية. سلام عليكم. هو كده اللي حكم بيه الهوار البدري يمشي تدفع 500 جنيه، وأنا مش هنفذ إلا لو حكم بكده الشيخ بدار. هتخالف ولا إيه يا شاذلي؟ أخالف ونص كمان إلا لو قالك ده الشيخ بدار قدام هوارة. ما أنت بتقولك ده علشان قول البدري في صالحك. أنت قصدك إيه؟ ما خبرش. طب هتنفذ غصب عنك يا شاذلي؟ لا، مش هنفذ، وهروح بنفسي للشيخ بدار. خبر إيه يا شاذلي؟ إيه الحديث اللي أنت هتقوله ده؟ ما الشيخ بدار هو اللي حاطط والده. خلاص، يبقى روح المحكمة تديني حقي. مين ده اللي عاوز يروح المحكمة؟ شيخ فضل يا بوي. شيخ بدار؟ هتروح المحكمة يا شاذلي؟ اسمعني الأول يا شيخ بدار. من غير ما أسمعك، اللي حكم بيه البدر أنا حاكم بيه، هتخالف يا شاذلي؟ حاشا لله يا شيخ بدار. أنا بقول لكم أهو، اللي يحكم بيه البدري يمشي على هوارة كلها، وأنا أقولهم مين حيخالف. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.